تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق المواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر برقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في الإخراج أيمن سرحير. صبحكم الله بالخير جميعا. أذكركم برقام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا اليوم بداية دوامات والمدارس، وبعد إجازة قضيناها والحمد لله كانت يعني يتملأها السعادة لأنها إجازة طبعا عزيزة على قلب كل شخص موجود عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي اليوم الوطني لدولة الإمارات 48. والحمد لله اليوم رجعنا طبعا، سبحان الله تحسون بالإيجابية السعادة في قلوب الجميع، وخاصة في يعني تحسون بمناسبة يعني قريبة القلب كل شخص سواء مواطن أو مقيم في دولتنا العزيزة. مستمعينا مثل ما عودناكم طبعا فقراتنا بتتنوع. أول فقرة مثل ما تعودنا عليها اللي هي فقرة السوشيال ميديا، وعندنا 60 ثانية مع زميلة أسماء الجناحي بنتعرف خلالها على اهتمامات السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها. صبحك الله بالخير أسماء. طب النور والسرور دكتور عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. صباح النور. نبدأها دكتورة بالسيارة اللي قاعدين نسويها حاليا في الهند. نعم. ووفد من هيئة الصحة برئاسة معالي حميد القطامي يزورون عددا من المستشفيات والمؤسسات الصحية في 3 ولايات في الهند اللي هي كيرلا وبنغلور ومومباي، وهذا كله بحسب التعاون بين الهيئة والمؤسسة الهندية. تقريبا المبادين هم من تقريبا 1 ديسمبر. نعم. والتخصصات أو المواضيع اللي كانوا ياسين يعني بحثونها مع الشركات 3 أيام اللي طافوا كان عن الخلايا الجذعية وزراعة الأعضاء والتبرع بالأعضاء، وأيضا الجانب الصحة النفسية والعمليات القلب المفتوح وغيرها. ففي مجموعة من المستشفيات اللي لها متخصصة في هاي المجالات يزورونها أيضا لوزارة الصحة وتنمية المجتمع اللي موجودة في ولاية كيرلا وكثير من الزيارات. غير هذا أن حتى صحة دبي فتحت قسمين التخصصات الفائقة المختصة بزراعة الأعضاء المتعددة وعلم الذكورة في مستشفى SSNMC التخصصي الموجود في بنغلور. والزيارة مستمرة لين يوم الجمعة، ونحن ياسين حط كل الأشياء في هاشتاغ اسمه DHANINDIA، فكل الأشياء اللي يبون يعرفون كل التفاصيل موجودة في هاشتاغ DHANINDIA. فطبعا نحن يعني الإجازة هاي قضيناها قلنا بدل 3 أيام نصير نبحث أفضل الممارسات اللي موجودة في العالم. صح، يعطيكم العافية صراحة. أيوة. يعني هالشيء جميل يعني معرفة التجارب وكذلك اختلافات، يعني سبحان الله كل دولة تختلف في طريقة حتى علاجاتها وشو الأشياء اللي وصلت لها، وخاصة الجانب الطبي يعني جميل الواحد يتعرف على الجوانب المتعددة في دول العالم كذلك. صحيح. أيضا نحن كنا مفورين أطبائنا وكوادرنا الإدارية اللي كانوا يشتغلون خلال عطلة اليوم الوطني، ونحن نحب الله يعافيهم إن شاء الله، وفعلا يعني نشكرهم على كل اللي سووا، مو بس الكوادر الطبية حتى الإدارية، لأن الكوادر الإدارية هي اللي تهتم في الجوانب الثانية. ممكن أشخاص يقولون بس أطباء، لكن الإضاءة، درجة الحرارة، مثلا النظافة،
كل جزء أبسط يشمل شيء الثاني. اسمه تسجيل المريض نفسه، يعني هذه بالضبط، تسجيل يعني أنا المريض. كطبيبة ما أقدر أسوي أي شيء إذا المريض مو متسجل مو محطوط في السيستم، يعني اسمه أو ها يعني مو موجود عندي في السيستم. فها يعني شيء بسيط بس الناس تشوفه بسيط، بس هو جدا كبير ودوره كبير. ترى مثل ما قلنا لو دائما هناك في جزء يكمل الصورة، صح. فلو الرسام أهمل يعني مثلا لمحة معينة ولا شيء معين الصورة ما راح تكتمل. فنشكر أعتقد شيء الحين كنا نشكر كوادرنا الطبية والإدارية اللي هم أفضل في المستشفيات اللي تعمل على مدار الساعة، لأنهم صحيح. وأيضا المرضى الداخليين الموجودين داخل المستشفى الله يعطيهم العافية وما قصروا خلال العطلة. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن حاطينها اليوم رسالتنا الإيجابية، دائما شفنا أمس ما شاء الله منتشر في السوشيال ميديا، أمس كان روح الاتحاد اليوم روح الدوام، فنقول لهم روح الدوام انتم مستانسين. والاهم من هذا الاجازه كانت طويله ورسالتنا مرتبطه بالعطله، تقول ها قد عدنا للعمل بعد عطله رسميه طويله، اول ما عليك القيام به هو ترتيب مهامك وعملك قبل صحيح. بدء يومك، نتمنى لكم التوفيق والسعاده، ودمتم بصحه وسعاده. فدائما نقول لهم اهتموا ورتبوا اموركم وربي يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظك يا أسماء، ودمتي بصحة وسعادة يا أسماء. دمتي بصحة وسعادة دكتور. وهذه نقطة جدا مهمة، يعني صراحة الإجازة كانت شوي طويلة، فشخص يرتب أولوياته خلال هذه الفترة قبل ما يبتدي، حتى يعني أكيد في أشياء معينة مؤجلة أو في أشياء معينة تحتاج الرد أو تحتاج أنها تكمل، لأن الإجازة كانت تقريبا 3 أيام إضافة إلى الجمعة والسبت. فجميل الواحد يرتب يبتدي يومه بترتيب أولوياته ويبتدي يشتغل عليهن، على الأقل يكمل الأولويات والأشياء اللي يحس أنها مهمة بداية، ويتطرق كذلك للأشياء الثانية خلال فترة تواجده في العمل أو خلال الأسبوع أو الأيام المتبقية. أذكركم مستمعين الكرام بأرقام التواصل 6005551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله، سمعكم اقتراحات أو مداخلات. ننتقل لفقرتنا الثانية وهي الفقرة التوعوية. اليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم، طبعا لا يخفى على أي حد أهمية شرب الماء، واليوم بنتكلم أكثر عن المعايير الصحية لمياه الشرب. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عفراء بن كتة. صباح الله بالخير أستاذة عفراء. صباح النور والسعادة على مستمعينا اليوم. صباحك أسعد إن شاء الله. أستاذ عفرة، طبعا كلنا عارفين أهمية مياه الشرب، بس طبعا في معايير صحية لهذه المياه، فحابين نتعرف عليها. أكيد طبعا، إحنا مثل ما نعرف أن مياه الشرب هي عبارة عن مكونات من معادن، مثل سمعنا عنها الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم وغيرها من المعادن. صحيح. اللي يحتاجها الجسم بنسب متفاوتة للحفاظ على توازنه السوائل الموجودة فيها. عشان في منظمة الصحة العالمية حطت هناك معايير دولية حول جودة ونوعية مياه الشرب، منها لازم يكون الماء عديم اللون والرائحة، معناته شو؟ معناته خلو من الأصباغ الكيماويات وغير ذلك. صحيح. خالي من الميكروبات والجراثيم عشان يشكل خطر على الصحة، كذلك يكون طعمه متعادل. الطعم المتعادل هنا قصدهم من هذه المعايير أن نسبة الحموضة اللي احنا نقراها على العبوة الموجودة في العبوة المعدنية هاي اللي نشربها لازم تكون من 6.5 إلى 8.5، وتفرق من بين شركة لشركة اللي هي هذه نسبة الحموضة. عشان شي احنا نقول مثلا الشركة الفلانية X طعم الماء فيها أحسن من الشركة هذه. صحيح. هم في ضمن المعايير الصحية الموجودة، لكن تفرق نوعية منتج لمنتج من شركة لشركة. نعم. كذلك من المعايير اللي حطتها هاي المنظمة أن لا تزيد فيه نسبة المعادن المذابة في معادن اللي ذكرناها سابقا. نعم. في لها نسبة معينة تكون ذائبة في الماء، أكثر من شيء غير مقبول، وبناء عليه تم تصنيف مصادر الماء على الأرض حسب المعادن الذائبة بها. يعني وين مصدري أنا الماء اللي أنا محطتنا؟ هل هذا مصدره من المياه العذبة؟ هاي المياه العذبة اللي هي المسموح فيها اللي احنا نشربها وتكون نسبة الأملاح اللي ذكرناها الذائبة فيها من 50 إلى 1000 ملغرام في اللتر، وهاي مسموح فيها، وبناء عليه تشتغل شركات المياه التحلية وكذلك على هالنوعية من المياه.
مياه متوسطة الملوحة، في عندنا مياه مالحة، وفي عندنا مياه فائقة الملوحة اللي توصل 70,000 ملي جرام في اللتر من الملح، هاي على مستوى مصادر المياه الموجودة على الأرض. نعم. لذا المدى المسموح به اللي حطته هذه المنظمات الأملاح الذائبة فيه اللي إحنا ممكن نشربه وصحي علينا وما يؤدي الأضرار هي من 500 ل1000 ملي جرام في اللتر. هذا بالنسبة لكل المعادن طبعاً، ما معدن معين. لكل المعادن نسبة وجودها في الماء الصالح اللي أنا أشربه. نعم. وبالتالي شركات المياه المعدنية اللي إحنا نشوفها حول العالم تشتغل ضمن هذا النطاق، يعني ما تزيد عن هذا النطاق. لكن نعم. إحنا نقول هاي الشركة أفضل من هاي الشركة بالنسبة للطعم للرائحة لنوعية، يعني تحسين التست غير وفوائدها، فبس من ضمن هذه المعيار المحطوط. مثل عندنا نسمع كثير عن منتج الصوديوم اللي هي منتجات مياه قليلة الصوديوم وما إلى ذلك، معظم العبوات المعدنية قليلة الصوديوم، قليلة الصوديوم إحنا ما نحتاج نقلل الصوديوم طالما هناك في معيار دولي يقول لك النسبة هذه صحية للجسم. احنا بالنسبة للصوديوم والمعادن كلها نحتاجها في جسمنا، ليش؟ عشان تحافظ على التوازن. صحيح. بالعكس في 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 حالات معينة تحتاج مثلا الكالسيوم اكثر، اذا كان هذا المنتج مال ماي نسبة الكالسيوم اعلى من المنتج الثاني فهذا بالنسبة لي انا زين. صح. في مثلا منتجات عالية في الكربونيت، الكربونيت اللي هي القلوية، كربونيت عالي، فهذا اللي يحتاجه ناس اللي عندهم قرح في المعدة، فما تقدرين تقولين مثلا هذا العنصر عالي فهذا المنتج فهذا ضار فيه. صح. يعتمد على بعد كل شخص، يعني في شخص بيستفيد من هذه النوعية من المياه. أيوة، يفرق من شخص لشخص ثاني، بس صحيح. عموما الأملاح اللي موجودة هي ضمن التوصيات الخاصة بالمياه الصالحة للشرب. لأن في أشياء أستاذ عفرة كذلك، في أشياء يكون مضاف لها مثل فيتامينات، مثل فيتامين دال، أو يضيفوا لها مثل نكهات مثل الليمون أو الفراولة، أو يعني بهالطريقة. في شوفي، في مياه يضيفوا لها فيتامينات، لكن لازم نتأكد هل هذه الفيتامينات هي بس دعائية، لأن مثلا عندك فيتامين سي لما يضيفون على المنتجات هم قصدهم كنكهة وحفظ، لأن فيتامين سي هو مضاد الأكسدة فيحفظ النكهة الموجودة في هذا الشراب، وليس أنه أنا باخذ كمكمل إلي فيتامين سي، فلازم نعرف النسبة الموجودة وهل هذا نوع الفيتامين سي أنا بيستفيد منه جسمي أو لا. يعني مش كل دعاية موجودة كغذاء مدعم معناته هذا جسمي بيستفيد منه. صحيح. أيوة صحيح، هو نقطة مهمة، لأن معظم يعني الحين بتدت تدخل سالفة الإضافة، يعني إضافة فيتامين سي، إضافة الفيتامين دي، أو إضافة حتى مثل نكهات معينة، نكهات مثل للفواكه المعينة. عندك العصائر، العصائر عموما كلها موجود فيها فيتامين سي، بس الهدف مش اللي يدعمون صحتك بفيتامين سي، القصد من الحفاظ على تركيبة ونكهة، لأنه يمنع التأكسد، فتركيبة ونكهة العصير اللي قدموا لك إياه. يعني يسموه لك إياه فيتامين سي، فأنت شو تقولين هذا في فيتامين سي مدعم فهو زين بالنسبة لي، هم لا. هم عملية تصنيع وحفظ. في نسبة معينة نتأكد منها أن هذه يعني ما مدعمة، يعني ما بأنها للحفظ، اللي بالعكس يعني لزيادة يعني نسبة يعني مثلا عندك منتجات الألبان، منتجات نعم. الألبان في عليها توصيات خاصة أن هاي مدعمة فيتامين دال، مدعمة فيتامين إي، هاي عليها توصيات، وهي بالفعل تدعم اللي هو إضافة على احتياجاتي من الفيتامينات هاي، أما كعصائر لا. نعم. كعصائر كلها عبارة عن تمنع عملية الأكسدة لها العصير وتحافظ عليه فقط. نعم. أما الألبان لا، هي مدعمة. ممتاز أستاذ عفرة، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين خلال البرنامج. إن بالنسبة للمياه المتوفرة عندنا العبوات إحنا ممكن نأخذها كلها، ما في عندنا أي فرق، يعني مرة بنصنف منتج عن منتج آخر طول ما إنه في نطاق المسموح منه بالنسبة للمنظمات العالمية، لكن في حالة إن أشخاص عندهم مثلا مرض الكلى أو عندهم القلب إحنا نروح ندورهم المنتجات الأقل في الصوديوم. فنروح نلجأ لمثلا مياه قليلة الصوديوم وكذا مشار إليها من مياه قليلة الصوديوم،
وهذه ممكن يعني أنها تساعدنا على الوضع وليس 100% أنها تساعدنا على حل المشكلة. صحيح. يعني شوي تساعدنا على الوضع. صحيح. والحمد لله حين متوفرة سواء المياه اللي تكون مدعمة بأشياء معينة أو قليلة الصوديوم حتى اختلاف في الأملاح والمعادن المذابة في الماء نفسه. وخصوصا الناس الرياضيين يعني تشوفي هاي المنتجات اللي فيها أملاح عالية. صحيح. الناس الرياضيين يتعرقون فهذا التعرق يخلي يفقدون كمية كبيرة من الأملاح. فلما أنا أشتري مثلا مياه معدنية فيها أملاح ما قاعدة أطالع فيها الأملاح ليش؟ لأن أنا أصلا أتعرق. وصوح فصل الصيف وانت رياضي وتعرف لا بالعكس هذا يفيد لك يعني بيزيد لك صحة ما بيضرك. صحيح. الأستاذة عفرة بن كتة أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي شكرا لك. شكرا لك. مستمعينا كان هذا موضوعنا اليوم التوعوي اللي هو المعايير الصحية لمياه الشرب. خلكم ويانا طالعين فاصل ورادي لكم. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. في فقرتنا هذه قبل ما نتكلم وندخل في الفقرة أذكركم قبل برغام التواصل 6005-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4006 حياكم الله. نرجع لفقرتنا. فقرتنا اليوم نتكلم عن أحد الفيتامينات اللي هو حمض الفوليك. وطبعا حمض الفوليك مهم جدا وطبعا يستخدم الجسم إنتاج خلايا الدم الحمراء. وكذلك هذه الفيتامينات تعتبر ضرورية لتأييد البروتين والدهون بشكل صحيح في الجسم وتساعد لصيانة معظم يعني مناطق الجسم سواء الهضمية الجلد الشعر النظام العصبي والعضلات ولها دور كبير. وبنتكلم الحين عن دليل استهلاك حمض الفوليك واللي أطلقته الهيئة ويانا دكتورة قدير جابر استشارية جراحة الأطفال بمستشفى لطيفة. صباح الله بالخير دكتورة قدير. صباح الخير. أشكر استضافتكم لطرح هذا الموضوع جدا مهم بصراحة. أنا فخورة أني أعلن انطلاق مبادرة قسم جراحة الأطفال في مستشفى لطيفة. ممتاز. قام قسم جراحة الأطفال في مستشفى لطيفة بتحديث ضوابط وتعليمات استخدام حمض الفوليك لدى النساء الحوامل. ممتاز. في السابق كانت المرأة يوم تعرف أنها حامل تبدأ باستخدام حمض الفوليك. صحيح. حالياً بناء على الضوابط الجديدة ننصح جميع النساء المتزوجات وشدد جميع باستخدام حمض الفوليك قبل الحمل، الاستمرار باستخدامه طوال فترة الحمل وبعد الولادة أيضا. ممتاز. يعني مو فقط في فترة الحمل أو أول ما يعني تعرف أنها حامل، يعني بداية أول ما تعرف أنها حامل. بالضبط شيء هذا الاعتقاد السابق. صحيح. ولكن جميع الدراسات وطبعا شيء متعارف عليه أن تكوين الجهاز العصبي يحدث في الأسابيع 4 إلى 6 الأولى من خلال الحمل. نعم. وبالتالي إذا المرأة بدأت تأخذ حبوب الفوليك بعد معرفة أنها حامل اللي هو عادة الأسبوع السادس معناه أن ما منه فايدة، الفايدة المرجوة منه وهو أن نقص احتمال إصابة الجنين بتشوهات العمود الفقري. فهاي يعطي أهمية كبيرة أن الوحدة تبتدي على طول، يعني بنقول بعد الزواج تقريبا. بالضبط. إحنا قاعدين ننصح جميع النساء المتزوجات في عمر الإنجاب باستخدام حمض الفوليك وبجرعة 0.4 ميلي جرام. 0.4 ميلي جرام. وهذا دكتورة بشكل يومي طبعا؟ طبعا بشكل يومي، حبة في اليوم، حبة جدا صغيرة. طبعا أثرها كبير لأن الطفل المصاب بتشوهات العمود الفقري اللي هي اللي اسمها صعب شوي. ما مشكلة. طبعا يعاني من عواقب تستمر مدى الحياة. صحيح. يعاني من عواقب في التحصيل الذهني، في الحركة، في المشي، لأن الأعصاب اللي تغذي المثانة والأمعاء تكون مصابة، فيكون عنده عدم قدرة على التحكم في البراز وفي البول مدى الحياة. نعم. يحتاج عدد كبير من العمليات، ويمكن بسبب ازدياد عدد المصابين بهذا المرض جت فكرة المبادرة.
ممتاز. ودكتورة بالنسبة للمبادرة طبعا أنتوا أطلقتوها في مستشفى من قبل لطيفة. مستشفى لطيفة فكيف كانت طريقة توعيتكم للنساء في بخصوص هذه المبادرة وأهمية هذا يعني حمض الفوليك؟ في البداية طبعا احنا حطينا التوصيات والتعليمات الجديدة. نعم. أول وأهم خطوة كانت توعية الكادر الطبي. ممتاز. فكان في اجتماعات مع مستشفى دبي، مع مستشفى حتى، مع العيادات الخارجية. وبناء على ذلك وعينا الجميع أن جميع الدكاترة أي حرمة تيلش العيادة، أي حرمة مزوجة نوصف لها حمض الفوليك ونوعيها، لأنه يصير واجب على كل دكتورة توعية النساء. صحيح. لأن قد ترفض المرأة إذا ما عرفت الهدف. صح. من إن ليش أخذ حبوب قد يكون لها أعراض جانبية. صح. بس أول ما تعرف فائدة حمض الفوليك واستخدامه أكيد بتحرص أشد الحرص أنها تأخذ نفس الشيء، تأخذ حمض الفوليك في فترات حتى بعد زواجها وتستمر فيها فترات طويلة. لأن بالرغم من أن حمض الفوليك متواجد في أطعمة كثيرة، إلا أن عشان الجسم يكون عنده مخزون كافي من حمض الفوليك ما يكون كافي من المواد الغذائية، ولازم الواحد يأخذ حمض الفوليك على شكل أقراص. ممتاز. وتعرفين يعني خلال هاي الفترة تكون فترة تقريبا مثل ما ذكر، يعني فترة ما أقول لك حساسة، بس يعني فترة بالعكس، يعني الواحد مثل يسوي build up أو أنه يبني مخزون جيد من حمض الفوليك، لأن في نساء يعني ما على طول من تحمل نعرف أنها حامل، بعد شهر أو شهرين تكتشف أنها حامل فتبتدي تاخذه. فنفس النقطة اللي قلتيها، يعني الطفل ما يستفيد منه أو الجنين ما يستفيد منه من البداية، مو مثل إذا أخذته من بداية زواجها واستمرت عليه. بالضبط. وكونت مخزون كافي في جسمها عشان يحقق الهدف، وهو أن الدراسات بينت أن إلى 70% نقص في تشوهات العمود الفقري إذا المرأة حصلت على الكمية الصح من الحمض الفوليك. ونسبة كبيرة تقريبا، يعني مو بنسبة كبيرة. بسيطة نسبة كبيرة لو نقارنها بالأطفال اللي يولدون يعني بمشاكل في العمود الفقري وفي الأعصاب، يعني بالعكس. وهي نفس ما قلتي يعني حبة. وياخذها الواحد يستمر عليها. طبعا قلتينا بالنسبة للتوعية ابتديتوا بالموظفين أو الكادر الطبي كذلك، أو الكادر اللي يعمل في مستشفى لطيفة وكذلك دكتورة. بالإضافة لذلك ضفنا إلى قبل الزواج يكون في دائما اجتماع مع حديثي المقبلين على الزواج، فضفنا إلى النقاط التي تذكر للمقبلين على الزواج. ممتاز. فشيء جيد أن الكابلز لما يجون للتوعية يكون. صحيح. جزء من النقاط اللي تنذكر التوعية بأهمية حمض الفوليك. صحيح. وهاي نقطة جدا مهمة، ولأن الجسم لازم يكون يعني لازم المرأة تكون ماخذة أوبادي الفوليك أسيد شهرين تقريبا قبل الحمل على الأقل، فهي مو متزوجة بعدها مو ماخذة. نعم. فإذا بعد شهرين بتتزوج المفروض تبدأ من اليوم مثلا. نعم. على الأقل شهرين، بس يعني الموصى به دكتورة كم قبل؟ احنا الحين حاليا قاعدين نقول كل النساء المتزوجات في عمر. نعم. الإنجاب الاستمرار على أخذ حمض الفوليك. حمض الفوليك استمرار. أوكي. على أخذه. الشيء الثاني بدينا نرتب بشكل دوري زيارات للمدارس. ممتاز. للجامعات، للمؤسسات الحكومية لتثقيف النساء. ممتاز. وهي نقطة جدا مهمة، يعني إذا جت التثقيف حتى يعني وصلتوا الأماكن عملهم، يعني ما تريتوهم حتى لما يوكم يعني. صح. ونستغرب أن لين الحين في حريم يقولون لا إحنا والله أول ما نعرف أن إحنا حوامل نأخذ حمض الفوليك، لكن صحيح. ما يكون لا دور كبير. صحيح. نفس النقطة اللي قلتيها، وفي مجموعة كبيرة ما تكون تعرف على طول بعد حملها، يعني تترية شهرين أو في حد يترية ثلاثة أو عرفت أنا حامل بس تعرف أن لحد ما رتبت زيارة مع الطبيب زيارة، فتاخذ وقت. بس هذا الشيء، وخاصة أن 70% نسبة الوقاية من الأمراض العصبية أو حتى من مشاكل العمود الفقري، وهذه شيء جدا كبير. دكتورة قدير، كلمة توجهينها لمستمعينا خلال البرنامج؟ أقول أن الوقاية خير من العلاج.
أن الإنسان دائما يحاول يسوي كل الأمور اللي تطلع بإيده عشان يحمي نفسه من أمراض. فمرض اللي نسميه السنسنة المشقوقة أو هاي التشوهات العصبية، نعم، هو مرض يؤدي يأثر على حياة ليس الطفل والمريض فقط، يأثر على عائلته، يأثر على المجتمع سلبا. وإحنا بإمكاننا التغلب والتخلص على الأقل من 70% منه، فيستاهل أن الإنسان يستمر على أخذ حبوب الفوليك أسيد دائما دائما، وخاصة في أعمار معينة، وخاصة إذا كانت فأنصح سيدة أنصح جميع النساء المتزوجات، وأصر جميع النساء المتزوجات في عمر الإنجاب أنهم يستمرون، إنما يستثقلون أخذ حمض الفولي. ترانا ناخذ دكتورة يعني تشوين فيتامين دال وناخذ مكملات معينة، فيعني هالشيء يلعب دور كبير، وشيء بسيط بس له أثر كبير. يمكن أنا بعد ركزت على موضوع التشوهات الجهاز العصبي، لكن أبغى أقول مثلا أن أخذ حمض الفوليك في الجزء الثاني من الحمل يقلل نسبة حدوث الولادات المبكرة مثلا، فلا فوائد أخرى بعد طبعا، بس أنا هني أحب أركز على موضوع تشوهات العمود الفقري. العمود الفقري وهي لها دور، يعني موضوع بعد كبير، موضوع دكتورة كبير. يعني أن حبة واحدة بتقي 70% جدا يعني، وخاصة أن تتم الآثار على الطفل لين ما يكبر، ما بس فترة معينة ويتعالج منها، بالعكس تتم الآثار لين ما يكبر. صحيح. وهذا له دور كبير، وهي نفس ما قلتي حبة بسيطة بس لها أثر كبير. وهذه صراحة يعني ندعو جميع السيدات اللي المتزوجات في عمر الإنجاب أن يعني يبتدون ياخذون الفوليك أسيدز. إذا سبحان الله ما إذا تاخذه بعد تستمر في أخذه، يعني بداية أحسن من أنها بعد الحمل تبتدي فيه. صحيح. من البداية، وخاصة بخصوص يعني دليل الاستهلاك لحمض الفوليك. كانت ويانا الدكتورة قدير جابر، استشاري جراحة الأطفال بمستشفى لطيفة. شكرا لك دكتورة قدير، شكرا جزيلا. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص الحديث عن دليل استهلاك حمض الفوليك اللي أطلقته الهيئة، وعرفتنا دكتورة قدير عن أهمية حمض الفوليك خاصة للنساء المتزوجات قبل فترة الحمل، وكذلك عن دليل الاستهلاك لحمض الفوليك. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. سمعنا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. يعني السؤالين اللي هو أول سؤال، حابين تعرفون على اسم الدكتورة، الدكتورة قدير جابر، استشارية جراحة الأطفال في مستشفى لطيفة. السؤال الثاني، هل يوجد علاج غير العملية وخطر التعرض لاستئصال الرحم لتليفات الرحم؟ طبعا تليفات الرحم يعني لها تقسيمات كثيرة وأماكن كثيرة كذلك في الرحم، فكل نوع يعتمد على نوع العملية أو نوع العلاج الخاص فيه. فإن شاء الله مستقبلا بنستضيف أحد الأطباء المتخصصين في هذه في أطباء النسائية والتوليد، إن شاء الله بيحدثون أكثر وأكثر عن هذه المعلومة بخصوص في علاجات عملية، في علاجات أشياء ثانية كذلك موجودة بخصوص تليفات الرحم. ونفس ما قلت لكم تعتمد على الحالة، العمر، أشياء وايد نحطها في الحسبان قبل اتخاذ الإجراء أو اختيار نوع العلاج اللي تحتاجه المرأة في هذا الموضوع أو هذا المرض بالتحديد. مستمعينا، رجعنا لفقرتنا هذه وبنتكلم أكثر عن الحديث عن حملة دمي لوطني، وطبعا تسهم عملية نقل الدم في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة الناس، ولذلك أطلقت هيئة الصحة بدبي حملتها السنوية دمي لوطني. بتكون ويانا عبر الهاتف الدكتورة مي رؤوف، مديرة مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي، وبتحدثنا أكثر عن الحملة وهي دمي لوطني. صبحك الله بالخير دكتورة مي. صباح النور والسرور، أهلا بكم. ألف عافية.
الله يعافيكم، أهلا وسهلا. طبعا دكتورة يعطيكم العافية، مستمرين بعدكم في حملة دمي لوطني، واللي لها دور كبير في إنقاذ حياة أعداد كبيرة من الناس اللي تحتاج لهذا الدم. فدكتورة حابين نتعرف أكثر عن أهداف حملة دمي لوطني. نعم طبعا، حملة دمي لوطني هي حملة توعوية وتثقيفية حول أهمية التبرع بالدم، أطلقتها هيئة الصحة في دبي عام 2012 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حفظه الله. وهي طبعا حملة تتوجه بها هيئة الصحة لجميع الأشخاص المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الحبيبة المعطاء، اللي يستطيعون التبرع بالدم أنه يتوجهون للتبرع بالدم. الحملة الغاية الرئيسية منها هي ليس سحب الدم من المتبرعين، بس توعية وتثقيف الجمهور حول أهمية التبرع بالدم، باعتبار أنه لحد الآن مع تقدم وتطور الخدمات الصحية والعلم لا يوجد بديل لدم الإنسان. فإحنا في كل يوم، كل بنوك الدم في كل العالم تحتاج يوميا إلى جميع أصناف الدم، اللي هي طبعا تأتي من المتبرعين الأصحاء اللي تنطبق عليهم شروط التبرع بالدم، واللي بدون يساهمون في التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى. صحيح. لأنه بما أنه لا يوجد بديل لدم الإنسان، وحيث أنه يوميا في حاجة إلى التبرع بالدم لأنه في عمليات نقل دم، فإحنا بحاجة إلى مساهمة الجمهور. وطبعا هناك أهمية لتوعيته وتثقيفه عن حاجة المستشفيات لمختلف أصناف الدم بشكل يومي. فمن خلال إحصائيات منظمة الصحة العالمية، في كل دقيقتين هناك عملية نقل دم في أحد الأماكن في العالم. فالحاجة إلى الدم كبيرة، وفي دولة الإمارات متزايدة بشكل كبير، وهذا بسبب توسع الخدمات الصحية. صحيح. وتطويرها، عمليات القلب المفتوح اللي زاد عددها، الأمراض السرطانية بعيد الشر عن المستمعين، هاي كلها عمليات وحالات صحية تحتاج إلى التبرع بالدم، إلى نقل الدم طبعا. وطبعا نشاط السياحة العلاجية في إمارة دبي تجعل الحاجة إلى الدم ومكوناته أكثر وأكثر يوميا. فالهدف من الحملة نشر الوعي والثقافة حول أهمية التبرع بالدم، فوائد التبرع بالدم. احنا طبعا نعمل هذا من خلال حملاتنا، ففي عندنا أبواب المركز مفتوحة يوميا من 7:30 صباحا إلى 7 مساء، بالإضافة طبعا إلى حافلات التبرع بالدم، الباصات المجهزة لسحب الدم من المتبرعين، وهذه تجوب جميع أنحاء الإمارة. فإحنا نذهب إلى مختلف الأماكن لنشر الوعي والثقافة، نوزع بروشورات، نوزع فلايرز عن أهمية التبرع بالدم، شروط التبرع بالدم، بالإضافة إلى وجود كادر ممكن يجاوب فورا على جميع أسئلة الأشخاص اللي يتواصلون أو يذهبون إلى هذه الحافلات. بالإضافة طبعا إلى الوعي والثقافة، طبعا هي فرصة لسحب الدم من المتبرعين. صحيح. وأحب أن أذكر أنه في هذا العام حمد لله حملة الدم الوطني أطلقتها هيئة الصحة ليست في إمارة دبي فقط، بل أن امتدت لتشمل جميع بنوك الدم داخل الدولة بحمد الله وشكرا. فساهمت معانا بنوك الدم في صحة التابعة إلى صحة في أبوظبي. نعم. وكذلك بنك دم الشارجة اللي موجود في وزارة الصحة، وعليه فإحصائيات اللي حصلنا عليها قبل إجازة العيد الوطني، إنه وصلنا أكثر من 5000 وحدة دم على مستوى الدولة فقط قبل الإجازة. وطبعا احنا خلال الإجازة كنا شغالين وممتد حملاتنا، فمستمرين في سحب الدم تحت اسم حملة الوطنية دمي الوطني. ممتاز دكتورة. طبعا منذ اطلقتوا الحملة للآن كم شخص تبرع بالدم؟ في هيئة الصحة في دبي الإحصائيات إلى حد اليوم
هي 3923 شخص ما شاء الله. أقبل للتبرع بالدم في الباصات، حافلات التبرع بالدم، وكذلك في المركز. بالنسبة طبعا في صحة أبو ظبي، لاحظ قبل الإجازة كانت 2200 شخص، وفي بنك الدم في الشارجة تابع إلى وزارة الصحة إلى قبل الإجازة 322 شخص. فالأعداد طبعا في تزايد، والحمد لله إن شاء الله في نهاية إحنا ممتدين بهذه الحملة دكتورة إلى 16 ديسمبر. ممتاز. فإن شاء الله في نهاية الحملة لح طبعا نجمع الإحصائيات على مستوى الدولة. نعم. وإن شاء الله ننشرها ونخبر المستمعين. لكن أحب أن أقول أنه في عام 2012 من بدأت الحملة تم سحب 418 وحدة دم، بينما نشوف أنه في مثلا السنة الماضية في 2018 وصلنا 4600، وهذه السنة بعدنا يعني تجاوزنا تقريبا يعني 5000 وصلناها قبل الإجازة. خلينا نقول إن شاء الله أكيد بإذن الله بنوصل 7000 أو نتجاوز هذا الحد في نهاية الحملة. إن شاء الله. فالأعداد في تزايد، ونشرها ومشاركة بنوك الدم طبعا هذا يعتبر إنجاز كبير هذا العام لهيئة الصحة في دبي، لأنه هي مثل ما قلنا حملة توعوية وتثقيفية. صحيح. كثير ناس ما يدخلون مثلا للمستشفى أهاليهم يحتاجون دم، من نقولهم مثلا أنه إذا تقدرون تتبرعون دم تبرعوا، يتعجبون ويقولون ليش أنتم مثلا ما تستوردون الدم، ليش أنتم ما عندكم دم، يتخيلون أنه الدم مثل الدواء مثلا ممكن يستورد ممكن يتصنع. فنحب ننشر الوعي والثقافة أنه كل شخص صحيح. قادر على التبرع بالدم وتنطبق عليه شروط التبرع بالدم، هذا واجب وطني. وهذه طبعا اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ حمدان الله يحفظه في الثيم للحملة، أنه كل شخص مقيم أو مواطن يستطيع التبرع بالدم، فالتبرع بالدم هو أجمل هدية ممكن أن يقدمها كواجب وطني لمساعدة المرضى المحتاجين للدم. صحيح. فهو عمل إنساني نبيل، والدم المتبرع هو كريم، يتبرع بأغلى ما عنده دم. صحيح. لمريض طبعا دائما نقول أنه ما يعرفه، مريض ما يقابله طول حياته، بس هو يتبرع لوجه الله تعالى، وإن شاء الله الله يتقبل منهم هذه الأعمال النبيلة والإنسانية إن شاء الله. ودكتور يعني ما بيتبرع الشخص واحد، يعني أي شخص يمكن يتبرع لثلاث أشخاص، يعني مو بالشخص واحد. نعم، هو يتبرع المتبرع بالدم الكامل، بس هذا الدم ما يروح المريض، هذا يروح إلى مختبراتنا، ومن كيس الدم الكامل إحنا نطلع على الأقل ثلاث مكونات، نطلع كريات الدم الحمراء المركزة. نعم. اللي تعالج فقر الدم، هاي تروح المريض، ونطلع من نفس كيس الدم منتج اسمه الصفائح الدموية، وهي الخلايا اللي تساعد على تخثر الدم. فالمرضى اللي عندهم نزيف أو عندهم اعتلال وراثي في عمل الصفائح الدموية يحتاجون صفائح دموية فقط. ونطلع بعد منتج ثالث من كيس الدم الأولي اللي هي بلازما الدم، وهذه تستعمل لعلاج الحروق، نقص في كمية الدم في حالات النزف الشديدة. نعم. بالإضافة إلى هذا ممكن نطلع منتج رابع اللي يسمى الراسب القري، واللي يحتوي على عوامل التخثر ويعالج بعض الحالات المرضية مثل مرضى الهيموفيليا. فكل متبرع بالدم مثل ما ذكرت حضرتك ممكن يساهم بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى في إنقاذ حياة 3 إلى 4 مرضى. واللي يجي في بنك الدم ويقعد ويشوف كيف المتبرعين يجون يتبرعون، وكيف الدم هذا يتم صرفه إلى مستشفيات طبعا هيئة الصحة، وعندنا حاليا 38 مستشفى في دبي يتم صرف الدم لهم، في مراكز في مستشفيات القطاع الخاص كله يأخذون الدم من في إمارة دبي من مركز دبي للتبرع بالدم. فهناك حاجة كبيرة للتبرع بالدم، لأنه في حاجة كبيرة للمرضى حتى يتلقون العلاج المطلوب. وطبعا نذكر على رأس المحتاجين للدم بشكل يومي هم طبعا مرضى الثلاسيميا، لعلاجهم لسنوات طويلة يعتمد فقط على نقل الدم. فنتوجه لكل الأشخاص مختلف أصناف الدم،
اللي يقدرون يتبرعون بالدم انه يتبرعون بالدم. وطبعا احب اذكر اليوم انه في عندنا تطبيق دمي اللي موجود صحيح. داخل التطبيقات الذكية لهيئة الصحة في دبي، يقدر الشخص اي شخص ينزل التطبيق ويشوف فوائد التبرع بالدم وشروط التبرع بالدم وين يذهب الدم وكل الكلام اللي اليوم تكلمنا عن مكونات الدم موجود باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. واللي يحب أي معلومات ثانية طبعا يتواصل مع مركز الاتصال التابع لهيئة الصحة في دبي على رقم 8342 لمعلومات إضافية حول التبرع بالدم. نذكر مستمعينا إن شاء الله الحملة بتستمر لين 16 ديسمبر 2019، يعني في مجال كثير، يعني من اليوم يعني تقريبا في حدود 13 يوم لين أو 12 يوم يعني تقريبا للحملة. وندعو للجميع لأن هذا عمل إنساني وعمل كبير، يعني والواحد يقدم يعني أقل ما يملك يعني في سبيل إنقاذ أرواح كثيرة. دكتورة حابينك تذكرينا بخصوص أماكن التبرع بالدم اللي بتكون 16 ديسمبر اللي تابع للحملة. هناك عدة أماكن للتبرع بالدم. أحب أنه الشخص اللي يحب يتواصل ويروح يتبرع بالدم يتصل بمركز الاتصال لمعرفة أماكن التواجد الحافلات. طبعا إحنا دكتورة بننظم الحملات إلى يوم 15، بس في بعض الأماكن اللي يروح لها الباص بتكون للجهة المنظمة فقط، مثل الموظفين هذاك المكان. نعم. بس في كل تقريبا بين يوم والآخر في حملة مفتوحة للجمهور، مثلا في اتصالات، في مثلا شرطة دبي، في كثير من الأماكن المفتوحة اللي ممكن إنه يشاركون بها المتبرعين من الجمهور. يعني عندنا مثلا في مردف سيتي سنتر، في عندنا في مستشفى دبي رح يكون في حملة مفتوحة للجمهور، في عدة مكانات. بس الشخص اللي يحب يروح أو يفكر بالذهاب للتبرع بالحافلات أفضل أنه يتصل بمركز الاتصال ويعرف أمان المكان ووقت التواجد، لأن في بعض الأوقات تكون صباحية، في بعض الأوقات تكون مسائية. بس طبعا أحب أن أوجه الشكر لكل الجهات اللي ساهمت ويانا بحملات في الأيام الماضية، كانت الهلال الأحمر الإماراتي، ديوة، اتصالات، شرطة دبي، مكتب سمو الحاكم، المجلس التنفيذي، ومختبر الأبحاث البيطري، وعديد عديد موانئ دبي العالمية. كل هذه المكانات كان في لها تواجد في البرنامج، وبعد في كثير من الأماكن الأخرى موجودة بالبرنامج. ممتاز. بس يوميا في حافلتين، فأفضل أنه يتصلون عشان يشوفون وين المكان الأقرب لهم واللي ممكن يكون مفتوح لكل الجمهور للمساهمة بالتبرع بالدم، مع معرفة وقت التبرع، لأنه الحافلة تتواجد بأوقات مختلفة يعني. نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة مي رؤوف، مديرة مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك دكتورة مي. شكرا، نتمنى لكم كل التوفيق. هذا بخصوص الحديث عن حملة دمي لوطني. مستمعينا وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم، أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في الإخراج أيمن سرحيل، يعطيكم ألف عافية، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.